رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفقرتنا التالية مرتبطة بالدولة أو الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بالتحديد. البرامج الخاصة بدعم الشباب بتحاول تنفذ هذه البرامج في كل المحافظات وعلى كل الأصعدة. برنامج من ضمن البرامج الهامة جدا اللي تبنتها وأطلقتها وزارة الشباب والرياضة في كل المحافظات، وهو برنامج خاص بدعم النشء. ده كان في عام 2017، وبيحمل الاسم بالتحديد أو هذا البرنامج برنامج خلق بيئة داعمة للنشء في مصر. زي ما قلنا، انطلق هذا البرنامج من 2017، وكان بالتعاون ما بين وزارة الشباب والرياضة واليونيسيف. الهدف الأساسي من هذا البرنامج هو طبعا دعم النشء بشكل كبير جدا، وضعهم وتدريبهم على عدد من البرامج اللي بتأهلهم ان هم يكونوا زي قادة مسؤولي قرار، كمان لدعم الفتيات بالتحديد، ودي من ضمن الحاجات الهامة جدا. عشان نعرف طبعا ازاي تم تمكين الفتيات اكتر من خلال هذا البرنامج بعد انتهاء البرنامج طبعا، والاحتفال في وزارة الشباب والرياضة نفسها في القاهرة بانتهاء هذا البرنامج، هنعرف كل التفاصيل دي من خلال احد سفراء مشواري، وهو من ضمن البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه، أزهار موسى، سفيرة من سفراء مشواري بأسوان، هتكلمنا على تفاصيل كتيرة جدا. بنرحب بيك يا أهلا أزهار. بحضرتك، أهلا شيخ. احكي لي بقى يا أزهار، يعني مشواري ده جزء من البرنامج اللي احنا نوهنا عنه، وهو برنامج خلق بيئة خلق داعمة. بيئة داعمة تمام، للنشأ في مصر. بصي، هو ايه اللي حصل بقى؟ يعني اتعرفتي ازاي على ان في حاجة بتعملها وزارة الشباب والرياضة، في برامج، في تفصيلات كتيرة، اخترتي ليه مشواري بالتحديد؟ يعني نعرف التفاصيل دي منك الأول. برنامج مشواري، برنامج بيهدف طبعا للتوعية وان هو تعديل سلوك وكده. فكان بداية بقى معانا كانت في المدارس وفي مراكز الشباب وكده. اولا انا اتعرفت عليه في المدرسة، فبعد كده يعني عجبتني الفكرة وعجبني التفكير واللي هو الاطلاع، واني انا اغير من نفسي ومن سلوكي ومن حياتي. انتي طالبة في ايه دلوقتي؟ لا انا خلصت انا يعني ده انتي خريجة بديتي من تجارة. بداية المشوار وانتي في كنت في المدرسة؟ المدرسة، كنتي مثلا تالتة ثانوي كده؟ كنت في 3 سنوات، من تمام. 2017 بالظبط. بس وبعد كده اتطورت يعني معاهم وكده، واخدت تدريبات مكثفة برضو، والحمد لله. يعني انا حاليا سفيرة من سفراء مشواري، بس يعني اكيد طبعا بعد جهد، لاني مش في يوم وليلة طبعا تبقى سفيرة من سفراء مشواري. ده بالتدريب، وانك بتاخدي تدريبات مثلا مكثفة، وازاي تتعاملي، اللي هو كان من ضمنه تدريب TUT. وكان طبعا مدعوم طبعا من اليونيسيف، وزارة الشباب والرياضة وكده. فخلق يعني عمل لنا اللي هو جو كده، اني يعني بيئة، يعني بيئة كده مستهدفة، ان احنا لينا الفرص، ان احنا يبقى لينا كيان تمام. بعد، أيوة. يعني بعد شعور انك انت خلاص اتخرجتي او كده. ف خلينا ننوه للناس والفتيات والناس كتيرة جدا ان ممكن يكون في برامج تانية طبعا جوه وزارة الشباب والرياضة، فخليهم أكيد. يكونوا متحفزين. انوه بقى عن اللي انت خدتيه، يعني انت بديتي من ثانوية عامة، تمام. مشيتي بتفاصيل كتيرة جدا، فعلا. ايه اللي مريتي بيه؟ ايه اللي اتدربتي عليه؟ ايه كل سنة عن سنة كنت بتاخديه عشان في النهاية تبقي زي ما انتي قلتي كده مشوار صعب، بس حصلتي على لقب سفيرة من سفراء مشوار. هو التدريب هو 5 أيام مثلا تمام. بس. بتاخدي التدريب ده، بتاخدي فيه كيفية التعامل، بتاخدي فيه اللي هو كيفية بس التواصل. 5 أيام كل سنة مثلا، ولا كل شهر، ولا هو كل ده في الشهر وخلاص كده. كان تمام. بناخد تدريب مشواري اللي هو بيبقى مثلا كيفية التعامل مع الآخرين زي ما ذكرت، واللي هو كيفية التقبل واحترام طبعا الآخرين، التعاون والمشاركة الاجتماعية. يعني في كذا حاجة بتنوه برضه عنها برنامج مشواري وكده. تمام. فأنا لما خدت التدريبات دي معاهم، يعني استفدت وفدت برضه بمعنى الأصح. يعني أنا عن نفسي اتغيرت حياتي. طب استفدتي بإيه وفدت بإيه؟ بس هو ان انا اغير منظور حياتي، اني ما عجتش حياتي، مش كل حاجة مشاكل. لا، يعني ممكن اني انا اطور من نفسي، احاول ان انا
اطلع بالمعنى الاصح من عنق الزجاجة اللي انا فيها. تمام. ما فيش تحديات تواجهني يعني ما اعرفش احلها، لا تمام. انا ممكن افكر لها بكذا طريقة واحلها. مم. ده برضو كان تدريب من تدريب مشواري، هو كيفية التعلم، ازاي اتعلم صح. يعني مثلا دلوقتي مع اساليب التكنولوجيا بقى كده، هم ما بيمنعش التكنولوجيا بالمعنى الاصح، بس بيخليك تستخدميها صح، حاجة تفيدني مش تضرني. ازاي اقنن التعامل معاها، ازاي اقدر احسب وقتي واحسب بالزبط. احتياجي للتكنولوجيا بس ما اخدش الاسوأ، اخد الافضل ليها بالمعنى او صح. افضل منها. ايوه تمام. بالزبط. طب فدتي بقى ازاي؟ ده انت كده استفدتي، لكن انا كده فدتي استفدت، انا ابتديت بقى افيد بقى من وقت ما انا اختاروني اني كنت مرشحة اني ابقى سفيرة وكده معاهم، تمام. بما اني اخدت التدريبات دي كلها. بس فبعدين اخدت التدريب اللي هو بتاع سفراء مشواري، ومن خلاله انا الحمد لله يعني برضو اللي هو اجتزنا اللي هو مراحل في التدريب ده، يعني خلتنا ننتقل بقى لمرحلة اللي هو سفير، سفير مشواري تمام. يعني يعني التدريب تاخدها اللي عن احنا جدارة. بنتكلم عليه الاول ده كان تدريبات تدريب عامة، لا لكن ان انت مهارات تتخصصي بقى وتبقي سفير من سفراء مشواري ده حاجة تانية. ده حاجة تانية خالص. طب برضو تفاصيل التدريب كانت عبارة عن ايه؟ تفاصيل التدريب ان هم كانوا حابين ان بقى خلاص يعني مشواري بقى يبقى كبير وكده، فقرروا ان هم مثلا يعملوا عشان يبقوا قريبين من الفئة اللي هي العمرية ما بين 14 من 10 ل 14 سنة وكده، تمام. فقرروا ان هم يعملوا بقى سفراء مشواري. طب هم سفراء مشواري دول كده وخلاص يعني عاديين ومش عارف لا كده، اجيب اكيد. اي حد بسفير مشواري؟ تمام. فلا. فبعد كده اختاروا ناس معينه، الناس دي اللي هي اخذت اساسا التدريب مشواري يعني اساسا مستفاده منه بس. يعني وانا حصل تصفيات، يعني كنتوا اعداد كتيره ومثلا تم التصفيه لحد كان ما عدد تم كبير. اختيار. كان عدد كبير. تمام. وبعد كده بعد ما خدنا التدريب يعني وكده تم بقى اللي هو تصفيتنا زي ما انت ما قلتي، وبعد كده الحمد لله الحمد لله طلعت من ضمن الناس اللي اختاروها وكده. جميل. طيب سفيرة من سفراء مشواري، يعني أكيد ابتديتي بقى تقدمي خدمات، اللقب اللي أنت بتحمليه، اللي أنت ابتديتي تقدميها، الدعم اللي أنت ابتديتي تنفذيه للفئة العمرية اللي أنت ذكرتيها، سواء أنت أو مجموعة من سفراء مشواري مع بعض، إيه اللي تمام. حصل بعد كده؟ انك تاخدي جزء من الاطفال اللي هم من سن 10 ل 14 سنه، ده سن يعني سن صعب بيمتص. شوية لأن أنت برضو صغيرة يعني مش كبيرة، بس بالظبط. أكيد عملتوا حاجة بس يعني. احنا يعني بنتعامل في مشوار اللي هو معاملة الاقران، يعني كل ما اكون قريب منك ابقى كده فاهمك اكتر بيبقى فاهم وكده. أكتر. تمام. فعشان كده انا ما حددتش غير بس اللي هو من سن 10 ل 14 سنه، في بقى تمام. اللي هم اكبر مني يعني يشتغلوا مع بياخدوا الفئة الفئه العمرية الاكبر. الأكبر. بالظبط. فانا بقى اللي هو انك تاخدي بقى اللي هو سفراء مشوار يعتبر عليهم جهد برضو، اللي هو بتاخد سن خطر يعتبر، بيحب بقى يشوف كل جديد كل تطلعات، بس احنا بنحاول ان احنا بقى نعدل السلوكيات دي ونوجههم صح، وخصوصا اللي هو فترة اللي هو انك تتقبل نفسك ازاي وعدم التنمر على الاصدقاء وكده. دي كان برضو من برنامج مشواري اللي هو دي حاجة جميلة بصراحة يعني، فيه هو بيناقش كذا كذا موضوع، وخصوصا فكرة اللي هو التفكير الإيجابي والسلبي، ازاي بنقلل من حدية اللي هو التفكير السلبي وازاي احل مشاكلي. وافكر بإيجابية وافكر في الادخار برضو، افكر اني انا بكرة نفسي اكون ايه وهسعى لده ازاي، يعني ما اوقفش في مكان بالمعنى الاصح. نزلتي مثلا نساعد الاطفال على كده. نزلتي المدارس، ولا كانت عبارة عن مجموعات بتجيلكم في مكان معين؟ يعني ازاي كنتوا بتمارسوا تقديم الخدمة من خلال سفراء سفراء مشواري؟ مشواري كانت البداية معاهم تحديات، كلها كانت تحديات طبعا لان هو اول مرة وكده. فاول حاجة عملناها ان احنا اخذنا الاقارب، تمام. اختي بنت عمتي مش عارفه ايه، اخذنا الاقارب شجعنا بتدعيهم لبرنامج معين او تدريب لبرنامج معين. مشواري وبفهمهم تمام. هو بيتكلم عن ايه بالظبط وبيهدف لايه، خصوصا الفتيات لان طبعا بتبقى عندهم صعوبه ان هم يطلعوا كده. فابتديت بقى ان انا اتكلم مع الناس وجيراني واللي حواليا وكده، وان البرنامج هادف وهو يعني هيحيي حاجات في اطفالكم وقيم ومبادئ يعني هي اتنست مع مرور الزمن بالمعنى الاصح، فهم حبوا الفكره وكده. فالحمد لله هم شجعوني كمان بزياده ان انا استمر بس. يعني اتجمعنا في مكان وكده، وكان مركز شباب، دي اول مره.
كان مركز شباب وكده، فجمعنا الحمد لله، كان يعني العدد بسيط. تمام. احنا المفروض مطالبين يعني اللي هو من هو المفروض ان العدد يكون كام مثلا معاكي اللي بيخضعوا لتدريب او محاضرات برنامج مشوار، يعني لا يقل عن كام مثلا العدد لا ولا يزيد؟ يعني ما يزيدش عن 25 نهائي، اكيد طبعا عشان تعرفي عشان تسيطري على يعرفوا الموقف. سيطر، وفي نفس الوقت هم يستوعبوا اللي انا بقوله ايه. والهدف بقى من كده ان هم برضو اعرف اتابعهم كلهم، يعني ما يبقاش مجرد ان هم اخدوا تدريب وخلاص واسيبهم، ما ينفعش. يعني انا اللي حصل معايا ان انا ما خدتش تدريب وبس، لا، انا كانت المدربة احسان حامد كانت معايا اول باول، كانت دايما متابعاني، لدرجة ان انا عملت مشروع صغير واتكرمت بيه من سيادة الوزير ساعة في الفترة دي، فكانت متابعاني دايما. بس فانا برضو عشان اتابعهم واعمل نفس اللي عملوه القادة بتوعي، اني انا برضو افضل متابعاهم كده، والحمد لله يعني عدت اول مرحلة، بس هي اللي كانت صعبة بالمعنى الصعب. بس بعد كده يعني بقى اول ما يسمعوا ان في تدريب عن مشواري، لا كله عايز يجي ياخد. جميل، الكل هايل عايز جدا. يجي ياخد طب ده هايل التدريب. جدا، يعني انت كده قدرتوا توصلوا لفكره ان بقى في شغف وفي لهفه على ان الناس كلها تتدرب او تعرف برنامج مشواري وتخوض التجربه دي من خلال تدريبك. كان ممكن يكون فكره التدريب او ان انت تكوني بتتعاملي مع اطفال هي فتره قصيره، لكن من خلال الفتره القصيره وصلتي لايه؟ النتائج اللي انت شايفاها ايه؟ الحاجة الملموسة اللي انت فرحانة ان انا بقيت سفيرة من سفراء مشواري ومعايا مجموعة من الاطفال هم من ضمن الاطفال اللي انا بتابعهم، حسيتي بايه اظهر؟ هو شعور انك انت قائد وهم بيحبوكي، ده اجمل شعور، وهم اكيد. حابين يكونوا زيك في كل حاجة، دي حاجة تفرح بصراحة. تمام. اللي انا بحبه اني انا بأثر فيهم، هو ده هدف البرنامج، انك انت تمام. يقدر البرنامج ان هو يأثر فيهم بجد. يعني لما الاطفال يكلموك ويقولوا لك احنا عملنا نجحنا في كذا، حاولنا ان احنا نوصل في كذا في دراستنا، احنا نجحنا يعني نجحنا في لعبة معينة، طب انتوا ايه اللي خلاكم تصروا الطريقه دي؟ لا، احنا اتعلمنا من حضرتك، 1 2 3 لازم نعمل ايه، لازم الخطوه تبقى عامله ازاي. يعني بتوجههم وبتوجه الشغف بتاعهم في حاجه مفيده، بتستغليهم بالمعنى الاصح في حاجه جميله، في حاجه جميله. فانا مبسوطه اني انا بقيت قائده هم بيحبوها، واني انا برضو يعني اثرت فيهم وكده، وهم طبعا بياثروا فيني اكيد. طب خلينا نفهم مشاهدينا اكتر، طب لما هيقولوا طب هي بتكلم الولاد في ايه؟ يعني بتبدا تخاطبهم ازاي؟ بتبدا تخليهم يحبوها ازاي؟ تقرب لهم ازاي؟ يعني فعلا لو هنقول ان انت معاكي مجموعه جديده هتبداي معاهم يا ازهار كسفيره من سفراء مشواري، البرنامج اللي انت بتحطيه عشان تبداي معاهم هو برنامج موحد، يعني برنامج محطوط من قبل وزارة الشباب والرياضة انت بتنفذيه، ولا انت بتبتكري برنامج حسب الأطفال اللي معاكي؟ ايه اللي بيتم؟ تمام. فطبعا الفئة معروفة اللي هي من تمام 10 ل 14 سنة، كل العقليات دي يعني متساوية كده مع تمام. بعض. وطبعا يبقى طبعا من وزارة الشباب والرياضة وكده، اللي هو المنوال بالمعنى الأصح، اللي هو اللي فيه التدريب اللي انت بتمثليه بالظبط. تمام. بس لازم انت برضو من عندك كسفيرة تبتكري، يبقى في حاجة يبقى في جديد، ما يبقاش كل حاجة يعني بالمعنى الأصح معادة او كده. يعني الأطفال ساعات يعني بيبقوا عايزين يعني حاجة جديدة، عشان خاطر انت المفروض تبقي سفيره وكده، يبقى لازم عندك توعيه وكده وحاجه جديده كل مره وكده. فكنت بقى البدايه بتاعتي بتبقى ايه؟ تعارف. تمام. تعرف مع بعض، ايه الالوان انت بتحبيها، واسمك ايه، والاكله اللي انت بتحبيها، حاجات زي كده. بس فهم بقى اللي هم انت بتحبي نفس الاكله بتاعتي، انت مش عارفه، مع انهم اساسا ممكن ما يكونوش عارفين بعض من الاول. انت بتحبي نفس الحاجه اللي انا بحبها، مش عارفه ايه مختلف في كذا، انا نفسي اكون كذا. بصي يعني الحاجات فيبدأوا دي يختلطوا اكتر ويعرفوا بعض اكتر، فتبقى بالظبط، الدنيا وانا اسهل. هنا كده ببقى خلاص ابتديت احط بقى اللمسه اللي هي بتاعت مشواري. تمام. بس فبعد كده بلاقيهم هم من نفسهم تعاونوا، احنا بنحب كذا ونعمل كذا، وانا اسم كذا، انت اسمك كذا. حتى بعد كده بدخل معاهم عن التفكير بتاعهم، التفكير الايجابي والتفكير السلبي، وازاي نتخلص من التفكير اللي هو السلبي، وازاي مش ازاي بس يعني نتخلص منه، يعني على الاقل لو ما تعرفش تخلص منه نحد منه. بس كنت طبعا يعني عشان برضو دول اطفال ما يملوش مني، الموضوع مش بيبقى مجرد كلام كده بيني وبينك او حاجه، عشان دول اطفال برضو. لا، بنعمل زي نظام نشاط، بعد ما اخلص مثلا كلام او كده ممكن اعمل لهم نشاط، ممكن بعد كده النشاط اللي بعد منه اعمل نشاط، بعد كده اكلمهم
استفدتوا ايه منه؟ طب انتوا ايه اللي فهمتوه من النشاط ده؟ بس بيبقى مثلا النشاط مش مجرد نشاط عادي يعني، بيبقى النشاط في حركه، في هدف منه او في حركة. مش كده في حركه؟ لا في حركه لازم طبعاً. لازم اصل الفئه دي عايزه ما بيقعدوش، عايزه تتحرك. 25 طفل يعني اكيد في ما بينهم اللي هو شخصيته طبعا غير التانية، فانت لازم تتعاملي مع الكل بالمعنى الاصح. صعبه قوي اظهار المواضيع دي. إيه واجهتي صعوبات في البدايه خلتك تضايقي، ولا بما ان التدريب اللي خضعتي ليه عشان تبقي سفيره خلاكي ما عندكيش فكره ان انا اواجه صعوبه، او ان يكون ولد او بنت بعاد في عارفه تلاقي دايما وسط المجموعه في حد منعزل بالظبط؟ ايوه في عندي اللي هو كان منطوي، وفي اللي هو كان عندي اللي هو مشاكس كده ودايما حركته كتيره كده فانا طبعا بسبب التدريب طبعا بتاع مشواري اللي انا اخدته اللي هو سفراء مشواري، كان عندنا اللي هو ازاي اتعامل مع الشخص ده وازاي اتعامل مع الشخص ده. في اشخاص بيقول لك لا انا مش عايزه اتكلم، مش عايزه اعرف عن نفسي، انا ما بحبش الحاجات دي. وقاعد بس هو عايز يقعد. طب خلاص تمام ماشي، خليك بس انت قريب مني هنا، ولو ما حبيتش الوضع خلاص انا مسامحاك يعني دمين. مش عارفه فابتدي معاه واحده واحده. انما المشاكس ده اللي هو دايما بيعمل حركه وكده، ده كنت مثلا دايما اساله، دايما خليه هو اللي يعمل مثلا معانا انشطه اكتر، مش عارفه ايه، يوزع الورق هو اللي زي الناس اللي دايما في الفصل لما تلاقيه هايبر فتلاقي المدرسه بتحاول بقدر المستطاع تديله مهام فيؤدي المهام فيبدا ايه ما يبقاش هايبر، يبقى بيشتغل او بيعمل حاجه. بقى ممكن نعمله مع شخص زي ده انك انت تحاولي تسكتيه او تفصليه عن ده كله غصب عنه، ده غلط على الطفل. لا سيبيه بس يعني اشغليه في حاجات برضو مفيده ما تضيعهوش. انما بقى المنطوي ده لا احنا بنحاول ان احنا نشجعه مره في مره يطلع يتكلم، نشجعه انه يلعب لعبه. ماشي انا بشكرك يا ازهار وتحياتنا ليكي ولكل سفراء مشواري. وهنروح معاكم مشاهدينا الى اذاعه خارجيه الى الاردن، وهنشوف ونتابع ما يتم هناك.